باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هبتدي كده بكام آية قالها رب المجد يسوع المسيح وبعدين نتناقش فيها مع بعض. انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحرية أفضل منها؟ ومن منكم إن اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ ومن منكم إن اهتم يستطيع أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ كأن ربنا بيقول لنا ما تهتموش، كأن ربنا بيقول لنا ما تقلقوش. طب مين فينا ما بيهتمش؟ وفين مينا ما بيقلقش؟ كلنا بنقلق، وأوقات بنخاف من بكرة، وأوقات نتوتر، وأوقات تبقى ردود أفعالنا كده فيها ضيق وعصبية من كتر الضغوط اللي حوالينا. الغريب أن ربنا بيقول لي ما تهتمش وما تقلقش. إزاي دي؟ ازاي دي الواحد يجيبها؟ طيب يمكن يا رب فعلا ما تقلقش دي هنصدقها، لان القلق معناه عدم ايمان. لكن ازاي ما اهتمش؟ انت بتطلب منا بقى سلبي؟ يعني مراتي تقول لي الولد بقال يومين حرارته ما بتنزلش، اقول لها ربنا قال لنا ما نهتمش. لا تهتم، ده الواد اصفر وقالوا إسهال، ده لحسن تكون كوليرا. وأنا أقول لها لا لا لا، خليها على ربنا، ربنا قال ما نهتمش. احنا عاوزين نفهم القصة دي مع بعض. يعني ايه اهتمام؟ يعني ايه قلق؟ يعني ايه حياة إيمان؟ كلام دوت هنفهمه النهاردة مع بعض. النقطة الأولانية، هو ينفع ان انا مهتمش؟ يعني صوري لو انت جيتي لي الحق يا ابونا دي في واحدة ساكنة هنا جنب الكنيسة وقربت تسيب المسيح خلاص، وقال لك يا ستي، تقول لي انت مالك مش مهتم؟ قال لك ربنا قال لنا ما نهتمش. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. امال ايه اللي عاوز يقوله لي رب المجد يسوع ونفهمه مع بعض النهاردة؟ الحقيقة الاهتمام لازم يكون موجود، لكن الاهتمام ده يكون بلا توتر ولا ارتباك. انا مهتم وهقوم اشتغل شغل ربنا، لكن التوتر والعصبيه والشده والربكه اللي بتبقى معايا هي دي اللي ربنا مش عاوزها، لان انا ماسك في ايدك وبكمل معاك شغلك. يبقى جيد ان احنا نهتم، لكن فيه خطيه مع الاهتمام اسمها خطية الشدة أو الارتباك. توصل مثلا أنا للزعيق، ما أنا ممكن أعمل العمل بهدوء. يبقى ربنا مش ضد الاهتمام، لأن ربنا عارف في غريزة الأمومة لازم الأم تهتم بطفلها، وفي غريزة الأم هو نفسه اهتم بخلاصنا وبذل نفسه، فربنا مش ضد الاهتمام. أما اللي هو بيتكلم على أي نوع من الاهتمام؟ الاهتمام الخاطئ اللي فيه ربكة، اللي فيه شدة، اللي فيه عصبية، اللي فيه أي حاجة غير السلام. يبقى ربنا مش ضد الاهتمام، بس قلنا أول شرط الاهتمام ده بيكون من غير إيه؟ ولا توتر ولا ارتباك. نمرة اتنين، الاهتمام لازم يكون موجود بس دون الخوف من بكرة. يعني إيه؟ أنا مهتم إن أنا وأنا بشتغل اقتصد جزء من دخلي او اقتصد جزء من مرتبي، لان عارف ان في يوم من الايام ولادي هتتجوز، فالولد اساعده في مقدم شقه، البنت اساعدها باوضه نوم. بقدر اجتهادي انا مهتم وبحوش، مش اناني ولا مسرف ولا انسان سلبي. انا ده اهتمام مطلوب. لكن فرضا كل ما احوش مبلغ يروح جاي مرض شايله، اجي اعمل مره احوش مبلغ واقول ده للبنت وعملها دفتر بوسطه باسمها، يقول لك ده في تنكيس في العماره، يا العماره تقع
يا كل ساكن يدفع له 12,000 جنيه عشان هنجيب ناس تشد العمارة، أروح مطلع اللي حوشته وبعدين أجي أحوش مبلغ تاني، يقول لي أخوك عمل حادثة وأخوك في المستشفى ومحتاج جراحة 40,000 جنيه ومعناش غير 20,000 جنيه، أسيب أخويا يموت؟ هطلع اللي معايا. هنا بيحصل عند الإنسان شعور ربنا مش عاوز يكون جوانا. أنا اهتميت وكنت أمين وحوشت واقتصدت وشلت باسم بنتي، لكن كل مرة يحصل ظرف الظرف ده يضيع كل اللي أنا عملته. هنا بقى يقول لك إيه؟ ما تخافش، أنا بتاع بكرة. أصل الإنسان يا إما يتوتر بسبب النهاردة يا إما يخاف بسبب بكرة. عشان كده أنا بقول لك طيور السماء، بقول لك سنابل الحقل، بقول لك كده لا تهتم، من منكم إذا اهتم يستطيع أن يزيد على قامته ذراعا واحدا. طول ما أنت أمين وبتعمل اللي عليك هو هيكمل ويعمل اللي أنت ما تقدرش عليه، بس تكون عملت اللي عليك. فالاهتمام مطلوب، لكن الخوف من بكرة مش مطلوب لأنه عدم إيمان، والتوتر والضيق بتاع النهاردة مش مطلوب لأن معناه أن أنا برضو متكل على فكري وعلى دراعي فمتوتر وقلقان. فهمتوا يعني إيه الاهتمام؟ تالت نقطة روحية في الاهتمام، أن الاهتمام لازم يكون موجود بس الاهتمام بالأبدية أكتر. أديكم مثل، بما أن كنت أمهات أو جدات، ممكن جدا يكون الاهتمام بالمذاكرة والامتحانات أهم 100 مرة من الاهتمام بمدارس الأحد، لدرجة أن في أمهات بتغيب عيالها من مدارس الأحد لما كان يبقى تاني يوم في امتحان. ده بيحصل. يبقى أنا اهتميت بإيه؟ اهتميت بإيه؟ ممكن أكون الآن اللي متقدم لبنتي على قده، يعني إحنا الاتنين من مستوى واحد فوق المتوسط، أنا كان نفسي واحد يكون أغنى من كده شوية ويريح بنتي. ممكن أم تتنازل وتاخد المريح المرتاح اللي يضيع الأبدية بتاعت بنتي. يا ترى إحنا بيبقى اهتمامنا بإيه قبل إيه؟ إذا كنا عارفين إن نهايتنا هناك وهو في نهاية المثل اللي قاله ده، اهتموا أولا بملكوت الله وبر وكل هذه تزاد لكم. يبقى إحنا مش ضد الاهتمام، بس يكون نمرة واحد بلا توتر وقلق، اتنين يكون بلا خوف من بكرة، تلاتة إن الاهتمام دوت يكون أساسه الاهتمام بالأبدية وربنا وأي حاجة تيجي بعد كده. ده مرة واحد بيحكي لي، شاب من الشباب، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ده انا طلعت يا ابونا اي كلام، طلعت فانس خالص. فبقول له ازاي طلعت اي كلام؟ راح رد عليا وقال لي انا كنت بشتري عربيه يا ابونا. فقلت له ماله يعني تعيش وتجيب؟ مش خطيه يعني انك تجيب عربيه. قال لي تتصور من كتر اهتمامي بالعربيه ونوعها ولونها ما كنتش عارف اصلي، كل ما اصلي العربيه واخداني. ايوه جيد انك تكون مهتم، أنا متلكش روح تشتري عربية أي كلام وتفضل جنب الميكانيكي طول النهار، اهتم إنك تكون عربية كويس. لكن إن الاهتمام بالعربية يكون أكتر من الاهتمام في وقفتك بربنا، بحيث إن العربية تبقى سرقاك من ربنا. الولد ده كان أمين وحس إن في حاجة غلط فجاي يتكلم مع أبونا. بس أنا وإنتم أوقات نفس الموضوع بيبقى واخدنا من ربنا، ان مش بنهتم للمشاكل، ده احنا بنهتم بابسط المواضيع. تبقى انت بتصلي قدام ربنا وتقول الست اللي تيجي بتساعدني مش هينفع تيجي التلات، هينفع تروح الاربع، اذا نروح عند مدام فلانه يوم الاربع، طب انا غيرها، طب انا مش هستحمل الشقه ما تبقاش اسبوع، وتفضلي تحسبي في دماغك 100 حسبه وانت واقفه قدام ربنا. فربنا بيقول لك جيد انك تهتم بنظافه بيتك، انا مش ضد انك تهتم بنظافه بيتك، بس اهتم بيا وبوقفتك قدامي انا الاول، لان ما ينفعش الانسان يهتم بأي حاجة غير ربنا. يبقى الاهتمام مش غلط بشروط، بلا توتر بلا خوف أن يأتي الله في المقام الأول. دول الثلاث شروط بتاع الاهتمام اللي المفروض نهتم. طب إزاي؟ ما أنا لسه بتوتر ولسه بتشد ولسه بقلق
ولسه بخاف من بكره، ولسه في افكار كتير قوي لو مست بنتي وجوزها او ابني ومراته بتشد وما بعرفش انام طول الليل، اعمل ايه؟ انت بتقولي ما تهتميش، ومين فيكم لو اهتم يستطيع ان يزيد على قامته ذراعا واحده؟ طب ما هو انا بشر وتحت الضعف، اعمل ايه؟ هو ده بقى السؤال التاني اللي هنجاوبه، ازاي احنا فعلا نحاول نجاهد في الوصيه دي ونطبقها. أول نصيحة اسمها البداية الهادئة لليوم. يعني إيه البداية الهادئة اليوم؟ على فكرة اليوم بيحدده كتير قوي أنا ابتديته إزاي. لو أنا ابتديت هادية خالص واقفة ربنا بصلي بالراحة، بصلي بتأني حاسة باللفظ، خلصت الصلاة قريت إصحاح من الإنجيل بالراحة، يعني أنا بعمل الأمور الروحية بهدوء، هتلاقي الهدوء ماشي كل اليوم، غير اللي قايم متصربع ومتلخبط ومتوتر، تلاقي اليوم كله بقى ايه؟ توتر. علشان كده عنوان اليوم لو ابتدى بربنا انا هقدر استرجع سلامي كل شويه، بتشد بس برجع، بتشد بس برجع. ليه؟ لان دقت شويه هدوء ودقت شويه راحه في الخلوه اللي قعدتها مع ربنا ومش عاوزه ده افقده، فحتى لما بفقده برجع تاني للقاعده بتاعتي. يبقى اول حاجه تعلمني عدم التوتر الجلسه الهادئه مع الله. ده في واحد وهو بيصلي بيصلي بتوتر، ده ما ينفعش خالص الصلاه بتوتر. فلنشكر رحمه الله وسبحان الله وعمل يا نهار ابيض الساعه 10:10 ولازم الحق دلوقتي انزل عشان مش عارف الحمد لله كثيرا وقعد بصص للساعة. يا ابني بصلي، أنا بصلي، أنا ربنا، أنا اللي في إيدي المواقيت، أنا اللي في إيدي الحياة، أنا اللي في إيدي كل حاجة. ما أنت ممكن تنزل وتلاقي حاجة معطلك والشارع واقف، وممكن تنزل تلاقي سكة أنا مسهلة، خليك معايا ركز معايا، وأنا مركز في المشكلة وأنا بصلي. فوأنا بصلي بصلي بتوتر، ده اليوم ده هيبقى شكله إيه؟ كله ملخبط. علشان كده القعدة الهادية مع ربنا الصبح، وانتوا ربنا اداكم ان كنتوا تكونوا ستات بيوت ومتوسط اعماركم مش لسه بتعملوا الباسكت بتاع السندوتشات، يعني متوسط الاعمار اللي انا شايفه ان ولادكم كبروا شويه، وبالتالي احنا عندنا نعمه مش عند ناس كتيره قوي. اولا ما بتشتغلوش، تصوري بقى واحده ست غيرك انت عندها نفس اعبائك بس عندها 8 ساعات شغل وساعتين مواصلات، فانت بلا عذر تقول يا ابونا انا قاعده في البيت وما عنديش دقيقه فاضيه. انا هتخيل ظروفك بقت سيئه واحتجت تشتغلي في اليوم 8 ساعات، هتلاقيهم وهتطلعيهم. طب يبقى انا عندي فرصه احسن من غيري. تقولش يا ابونا ده انا ما بلحقش، انت فاكر ان انا قاعده في البيت ده انا بقوم بنكفي على شغل البيت. لا، انت بلا عذر ايها الانسان عاوز تحتفظ بهدوءك وعاوز تحتفظ بعدم ارتباكك، ابتدي أول فترة في النهار بساعة مع ربنا، مش قادرة تبقى نص ساعة مع ربنا، بس مارسوا فيها الأمور بهدوء مش بصربعة لو سمحتوا، مش بصربعة لو سمحتوا. تاني حاجة، علشان أنا ما توترش وعلشان أنا ما قلقش، تاني تدريب الإيمان بأن كل الأمور معا تعمل للخير الذين هم يحبون الله. يعني ايه؟ زمان غير دلوقتي، الناس اتغيرت شوية. زمان كانت لو الحاجة اتكسرت كانت الام تقول خدت الشر وراحت، خدت الشر وراحت، خدت الشر وراحت، المهم ان محدش يتعاون. وريني كده انت لابس حاجة في رجلك، يعني طب كويس، طب لا استنوا بقى اركنوا كده لغاية لما نشيل الحاجة اتكسرت. الدنيا اتغيرت، مش عارف لو حاجه اتكسر دلوقتي الام بتزعق ايه اللي اتكسر ده. انتوا واخدين بالكم الريتم نفسه اختلف شويه، بقى فيه توتر وفيه شده. احنا عاوزين نرجع تاني للامهات بتوع زمان ان كله للخير، كانوا دايما يبصوا للجانب الايجابي، يقول لك طب كويس انها اتكسرت، هي كانت اخر واحده في الطقم، يبقى بكره هنجيب طقم جديد. ايام الكوبايات بتاعت ياسين دي ام 3.5 لو فاكرينها، يعني المضلعه دي بالطول، ما تفتكروش انتوا الكوبايات دي، وكان في واحده فيها عليه زيت ذهب من فوق دي اغلى بخمس قروش. المهم يعني خلاصه الكلام
إن كانوا بيستقبلوا الأمور بطريقة هادية قوي، لأن كله للخير، كله للخير، كله للخير. طيب ده التلاجة اتحرقت، الخير في كده إيه؟ أنا اللي بحدد وجهة نظري. في واحدة تقول اللي في التلاجة هيبوظ والحقولنا مش عارفين اللي مش عارفين نسيح وما نسيحش والتلج، وفي واحدة تقول يا سيدي هنتصرف، ما هو يعني احنا كنا عايشين ايه، ما احنا زمان ما كانش في غير حاجة في مصر اسمها النملية. يعني انا اوعى على النملية، واوعى كانت في كده تلاجة بسربنتينة يحطوا عليها تلج بخيش عشان تسقع المية. وبعدين لما طلعت اول تلاجات فريجيدير ما كانتش بالكهرباء، كانت بالجاز من تحت تسخن الفريون فتسقع التلج. انتوا ما تفتكروش الايام دي، انا فاكرها كويس. المهم خلاصة الكلام، كنا عايشين، الحياة ما بتوقفش. لما الواحد يكون عنده القناعة دي، طيب الدنيا حر والتكييف عتل، الدنيا حر ورطوبة بايخ والواحد مش طايق نفسه، بس برضو احنا من كام سنة، يمكن مش انتوا اللي يمكن لأكبر منكم شوية، ما احنا طول عمرنا احنا ما كانش في عندنا تكييف، كان عندنا مراوح وبتقلب هوا سخن بعد عنكم يلسع في الوش. والناس بتقولك الحرارة اتغيرت في مصر، الحقيقة لا، انتوا اللي كبرتوا بس ما بقتوش تحتملوا الحر. لكن طول عمري انا فاكر كان ابويا يقول لامي تصوري الحراره 43 النهارده، الحراره 42 النهارده، طول عمرنا كان فيه 42 و43 وعندنا كشكول نهوي بيه كده. والبنات كده تروح عاملاها مروحه، تجيب ورقتين وتسمبكها كده وما اعرفش تعملها ازاي، تكشكشها وتفضل تهوي بيها. وكنا نفضل نهوي لغايه لما ننام، ونقوم نلاقي تاني يوم السرير كله ميه، ده عرق مش حاجه تاني يعني، انتوا واخدين بالكوا، نلاقي كله عرق ونقوم نتشطف ونقابل يومنا. في ايه؟ مفيش مشكله. نفسيتي انا بتخلق مشكله، نفسيتي انا بتزود المشكله. فلما الانسان يكون عنده ايمان ان كله للخير ومحدش عارف الشر فيه، ياه وايه يعني؟ طب التلاجه اتحرقت، مش احسن ما ابني يكون وقع واتبطح واتفتح ست غرز في دماغه؟ نون احسن. بس بقينا ما بنبصش الحاجات دي، بنبص الحاجة اللي بتوجعنا ونشتكي منها. لا، أنا عاوزكم تقلبوا الفكرة وتقولوا بالإيمان كله للخير. آخر نقطة أتكلم فيها النهاردة بقى، لو الإنسان نمى مع القعدة الهادية بتاعة الصبح ونمى في الإيمان، يوصل لدرجة تالتة اسمها حياة التسليم، ودي أعلى درجة بقى. حياة التسليم ده بقى إيه؟ ومعك على الأرض لا أريد شيئا. يا سلام للي يوصل للدرجة دي. أنا لا أدعي إن أنا أعرفها أساسا يعني، أنا ما أحسن تفتو أنا بحاول زيكو يعني، بحاول زيكو، بحاول أنمو في حياة التسليم. لكن أنا شفت ناس بالشكل ده، أنا شفت ناس عندهم حياة تسليم فوق الوصف، فوق الوصف. أحكي لكم حكاية حكاها لي الدكتور نبيل باقي. الدكتور نبيل باقي هو أخو أبونا يوحنا باقي الأكبر منه بكام سنة كده، وهو استمتع ببنوته لأبونا ميخائيل إبراهيم لأنه كان أكبر من أبونا يوحنا بأربع خمس سنين، فكان ممكن ليه حرية الحركة أكتر لما كان أبونا لسه صغير، فكان يروح يقعد أوقات في بيته. فبيقول لي في يوم من الأيام قلت لإيه أبونا ميخائيل، بيقول لي إيه تبيت عندي النهاردة يا حبيبي؟ قال له ليه؟ قال له عندي قداس بكرة في كفر عبده، البلد اللي كنت بخدم فيها قبل ما اجي شبرا، عايز اعمل لهم قداس، طالبين مني قداس. والقداس هيبتدي الساعة كام؟ الساعة ايه؟ 7 الصبح، فلازم نتحرك مننا كام؟ 5 الصبح. تبات معايا ومعاك تونيا؟ قال له ابات معاك ومعايا تونيا. قال له خلاص نتحرك. فهو بيقول لي ايه؟ انا بسأله سؤال، بس خلي بالكم دي قامات، دي قامات، دي قامات، مش كلنا كده. كان زمان في حاجة اسمها تبيت على التاكسي، عارفين يعني ايه تبيت على التاكسي؟ تديله مقدم، المقدم ده 5 قروش، فالراجل يجي من الساعة 12 يبات تحت البيت عندكم بالتاكسي، أو يكون مالي المنبه بحيث انه يجي لك الساعة في الوقت اللي انت عايزه. فهو بيقول له ايه؟ بيقول له مش هنبيت على تاكسي، يعني ايه نبيت؟ يعني نحجز تاكسي ان شاء الله بقرشين ساغ، بس يبقى فيه اتفاق. راح هو بصلي كده قال له يا ابني انت ما عندكش ايمان، رايحين نصلي قداس وهنعتل هم المواصلات، صاحب القداس هيدبر لنا المواصلات. بيقول انا الكلام ما عجبنيش، يعني
التاني دكتور وفي كليه طب برضه صحيح بيحب باب اعترافه، لكن يعني لا نعمل اللي علينا، نبيت على تاكسي. فبيقول احنا نازلين الساعه 6 الصبح 5 الصبح، قفلنا باب العماره، كان باب حديد ليه سلسله، قفل. بندور كده لقينا تاكسي بيهدي وراح واقف، قال له يا ابونا مطرح ما تقول اوصلك. فبص لي قال لي شايف؟ قلت له احنا رايحين حته بعيده، رايحين سفر عند بنها. قال له يا ابونا مش هتحرك الا لما تركب العربيه. ففي ناس وصلت للمستوى ده. الحقيقه بختهم انا مش في المستوى ده خالص، انا هبيت على تاكسي واتنين، يعني انا هحجز تاكسيين احتياطي، يعني انا مش في المرحله دي في حياه التسليم. لكن عجباني الفكره، الايه اللي بتقول سلمنا فصرنا نحمل. مفيش انسان سلم حياته لربنا وندم، مفيش انسان وثق فيه وقال يا ريتني ما كنت وثقت فيك. هيعمل اكثر مما نسال او نفهم، لان هو ده الهي صانع الخيرات ضابط الكل. يا ريت نتعلم بدل ما نقلق ناخد المشكله ونحذفها له، ناخد المشكله ونحذفها له. كنت مره رحت بيت الابن بيحكي لي على امه، الام بيحكي لي على امه، عارفين معلقه خمس ست صور، صوره للمسيح وصوره للعذراء شايل المسيح وصوره لماري جرجس، مش فاكر بقيه الصور، يعني هو حكاهم لي بس انا ناسي. المهم يعني كانت تعمل ايه؟ تكتب المشكله المستعصيه وتبرمها في ورقه صغيره قوي 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 وتحطها ورا الصوره. يعني ايه؟ ما دام اديتها لك بقت بتاعتك، ما بقتش بتاعتي. بيقولوا احنا ابونا سابنا 4، الكبير عنده 12 سنه. عشنا ازاي واحنا مش اصحاب املاك؟ اتربينا ازاي؟ كبرنا ازاي؟ اتعلمنا ازاي؟ فتحنا عيادات ازاي؟ انا مش عارف، بس كله بالبركه بتاعت الورق المكور اللي كان ورا الصور. في ناس عرفت تسلم حياتها وعاشت مرتاح. انا وانتم عشان متعلمين وعقلانيين ومسكنا الورقه والقلم والكالكوليتر جايبين الصداع لنفسنا، لكن في نعمه ربنا في يوم من الايام هنوصل ونقول له يا رب صرت كبهيم عندك ومعك على الارض لا اريد شيئا. لالهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد امين.